شهد محافظ أسيوط هشام أبو النصر فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة على مستوى محافظات أسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر. حضر المؤتمر أعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة، وذلك استعدادا للمشاركة في مؤتمر المبادرة لاختيار 18 مشروعا فائزا على مستوى الجمهورية، تمهيدا لعرضها في مؤتمر كوب 29 والذي تستضيفه أذربيجان.